كالعادة طبعا نقول سؤالنا لحلقة اليوم. سؤالنا اليوم يقول شو هي الأنشطة اللي ممكن يعني الواحد يقوم بها في دولة الإمارات خلال فصل الصيف؟ أنا السؤال هذا لي ولكم مشاهدينا. طبعا دائما ننتظر مشاركتكم وأجوبتكم، ونرحب أيضا كالعادة بآرائكم وتعليقاتكم القيمة عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة. فصل الصيف عندنا ممتع والحمد لله، وصيفنا دائما جميل. أعتقد عندنا أنشطة من وجهة نظري نقدر نحن نسويها داخلية وأنشطة خارجية. داخلية الحمد لله دولة الإمارات فيها الكثير من الأماكن المغلقة والمكيفة واللي ممكن يستمتعون فيها العائلة بشكل كامل، سواء كان للتسوق في الصيف، كان للأماكن اللي ممكن تسوون فيها شيء من الرياضات اللي تحبون تسوونها. الحدائق عندنا مغلقة ومكيفة في فصل الصيف، ومثلا ياس يعني أول وجهة في دولة الإمارات والحمد لله رب العالمين فيها حدائقها المغلقة للعائلة.